Grand Frown, welcome back to my channel, and today we have a new video. It's about the mother of muscles. It's about biceps. Everybody dream about big biceps gains, but the question is, can we make that big biceps without going to gym and without training with weights? Can we build a huge biceps with only body weight exercises? And what is the type of nutrition we use to have it? Yes, of course, we can not going to gym, we can not training with weights, yeah, and have that big biceps because we can change it with the body weight exercises. I'll tell you why. Okay, for example, when you train your biceps with dumbbell, that will give you only one thing, and it's about building your biceps. And when we take another example from bodyweight exercise, yeah, for example, headbangers. Yeah, headbangers build your muscle, give you strength, and burn fat on the same time. Let's talk about nutrition. The most of people like to eat beef steak, chicken breast, whey protein, but I'm a little bit different because I like more spinach, broccoli, I eat a lot of eggs. So that's all for today. I hope that you like the video. So don't forget to share and subscribe. See you next week. Peace out. Assalamu alaikum. اليوم مش نحكوا على عضلة البايسبس، العضلة الأكثر شعبية في جسم الإنسان. أنت كي تعيط لطفل صغير سألو تقول وريني عضلاتك، أوتوماتيك ما هو بشيك بس البايسبس. ألور لا نجمو نستعملو الأسئلة نتاعنا. إسكو بوسيبل باش نعملو بيسبس كبيرة من غير ما نمشو لصال سبور ولا نترينو بالويت؟ اسكو لي زيكزارسيس تاع ستريت ورك اوت الكاليستينيكس ينجمو يعملو بيسبس كبيرة؟ اسكو التغذية العادية كافية لنمو البايسبس ولا يلزمنا نستعملو كاملات الغذائية؟ وين نجمو نستغنو على ساد سبور لي جيم على خاطر نجمو نعوضهم كومبليتمون بلي زيكزارسيس تاع ستريت ورك اوت الكاليستينيكس؟ باهي نحاول نفصل اكثر بمقارنة صغيرة. بار اكزومبل تجيب باش تخدم في الجيم البايسبس تاعك بالالتير ولا بالبار، الاكزرسيسات هذوكم عندهم اوبجيكتيف واحدة واللي هي تكبير العضلة بويلدينغ، بينما كي تخدم اكزرسيس تاع ستريت ورك اوت ولا بادي ويت اكزرسايز فور اكزامبل كلوز تشين اب ولا الهيد بانجرز، الاكزرسيسات هذوما عندهم ترواز اوبجيكتيف، الاولى واللي هي تكبير العضله بولدينغ، الثانيه اللي سترينث تقويه العضله، والثالثه اللي هي تساهم في حرق الشحوم اللي معروف ب بيرنينغ. اللي الور لنا نلقو الاكزرسيس تاع ستريت ورك اوت فافوري على الاكزرسيس تاع جيم والويت. بالنسبه للتغذيه الرياضي اللي يوفر الكميات المحتاجه من الكاربس والبروتين في الوجبات نتاعو جامي كان يستحق للمكملات الغذائية. حاجة أخرى، لازمك تنوع في نوعية البروتين نتاعك، لازمك بروتينات حيوانية كيما السكالوب كيما البيفستيك كيما العظام، وبروتينات نباتية كيما السبناخ كيما البروكلو وكيما الكاكاوية. حلقتنا بالنسبة اليوم وفات ان شاء الله تكون عجبتكم وفادتكم. الور ما تنسوناش في اللي لايك واللي سبسكرايب. نتقابلوا الجمعة الجاية. سلام.